مساء الخير، أهلا وسهلا. طبعا معالي الوزير، يعني الحديث معك سيكون حول التحقيقات التي تتم حاليا فيما خص التفجيرين الانتحاريين، ما تم التوصل إليه حتى الآن، وأيضا حول الأمن بشكل عام في البلد. ولكن بداية اسمح لي أن أقول أنه منذ سنتين تقريبا، يعني بشهر كانون الأول 2011، تحدثت أنت عن وجود القاعدة في لبنان، وقت قامت الأيام عليك وصار في مساءلة بمجلس النواب وطلب اجتماع لجنة نيابية حتى وصولا إلى إمكانية طرح الثقة فيك، يعني كل هيدا شهدناه من سنتين. اليوم هل برأيك بات البرهان ملموسا؟ هل قطع الشك باليقين بعد الذي حدث هذا الأسبوع؟ أول شيء بدي أترحم على ضحايا الشهداء اللي ماتوا، وبتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين اللي نتيجة هذه الحادثة المؤلمة وهذه الحادثة الدراماتيكية اللي حصلت أمام السفارة الإيرانية. نعم. لابد أنك سألتني بسؤالك سيد جورج عدة أسئلة. يعني اولا بالنسبه للتحقيقات اللي عم بتصير وسرعه الاجهزه الامنيه وخاصه عند الجيش عم بتكون كما يجب وبالوقت المناسب وبكل الامكانيات اللي موجوده والمتوفره لدينا رغم ضعف هذه الامكانيات. وانا بدي اقول هون انه المديريه المخابرات عم بتقوم بواجبها على اكمل وجه بكل المناطق اللبنانية، مساندة أكيد من الجيش اللبناني قيادة وأفرادا وضباطا وكل الجهوزية اللي عندهم، من أجل أنه هالوضع اللي الصعب اللي نحن اليوم عم نمرق فيه بالبلد نقدر نحط له إلى حد ما نوع من، إذا ما قدرنا نقدر ننهي نقدر نخففه ونخفف قدر الإمكان الإصابات. نعم. اللي نعم. عم بتصير بين المواطنين. معالي الوزير سأدخل معك أكثر في تفاصيل التحقيقات، ولكن يعني إذا من سنتين أنت تحدثت عن وجود للقاعدة في لبنان، اليوم ماذا تقول في هذا الخصوص؟ يعني إذا من سنتين قلت هذا الكلام، يعني اليوم ماذا تقول؟ إذا فعلا أنا من سنتين تحدثت عن موضوع القاعدة وقامت الدنيا ولم تقعد، هذا الموضوع أنا بحب أحكيه بشقين. الشق الأول أنه هذا الموضوع اليوم ما بقى في حدا بلبنان قادر يفوت بسجال إذا فيه ولا ما فيه. خلينا ننتهي من هذا السجال ونقول أنه هذا الوضع موجود وأنه هذه الكمية اللي عم بتهدد لبنان صارت موجودة، وأكبر برهان على ذلك اللي حدث بالسفارة الإيرانية. فهذا الموضوع الحقيقة أخذ كثير من الأسئلة والأجوبة ومن التخوين ومن المساءلة الكثيرة، وخاصة حول شخصي أنا. نعم. عندما أطلقت هذا الموضوع أنا أول شيء بحب أقول أنه في شغلة، أنا أطلقت هذا الموضوع مش بس تخوف اللبنانيين أو أقول أنه في وضع معين، أنا أطلقت هذا الموضوع لسبب بسيط، أنه تفضلوا يا لبنانيين على كافة انتماءاتكم السياسية والمذهبية والطائفية وإلى آخره، تفضلوا إذا ممكن اجتمعوا أو بحواركم أو بحكومتكم أو بأي محل تقولوا أنه كفى، لحنا جاي علينا خطر إرهابي ممكن أنه يقدر يأثر علينا، وأكبر برهان اللي كان عم بيحدث بسوريا ومتفرعاته عبر الحدود. نعم. وغيره. معالي الوزير، فأنا هذا الموضوع قلتوا حرصا على الوضع. نعم. أنا حرصا على الوحدة الوطنية، حرصا على 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 على, على الوضع اللي ممكن انه ينشا عن هالموضوع، والبرهان الايام اللي عم نعيشها. نعم. هلا والشيء اللي عم نعيشه اليوم يلي هو عم بيدقق مضاجع كل الناس، وبعتقد اللبنانيين بخوف وبخوف شديد. نحن علينا كمسؤولين قدر الامكان نتحمل مسؤوليتنا كامنيين ونقدر نامن لهم الغطاء الامني، ومن ناحيه ثانيه علينا كمان انه نطمنهم، لانه فعلا عم نصادف كل يوم وبكل دقيقة وبكل ساعة الخوف عند الناس يلي أصبح أنه
صار بده هيك نوع من انطلاقة معينة من مكان معين تين قال إنه كفى لبنان هذه المخاطر، كفى نعم. لبنان هذا معالي الوزير اسمح لي اسمح لي اسالك بالنسبه لبعض المعلومات المتداوله، يعني بموقع النشر الالكتروني يقولون انه جهاز امني لبناني تبلغ منذ اقل من شهر عن تسلل حوالي 2000 مقاتل تكفيري قاعدي الى لبنان لينضموا الى الذين سبقهم، ويصل العدد الاجمالي لهؤلاء الى 10000 مقاتل. هل صحيح هالقد الحجم صار؟ يعني إذا عم بيتم التداول بعشرة آلاف؟ لا ما بعتقد هالقد. في كلام عم بيصير مبالغ فيه ببعض الأوقات، وفي كلام عم تتناقله وسائل الإعلام عم بيكون إلى حد ما شوي مضخم، وفي كلام ممكن يكون إلى حد ما مقبول. هلا اللي عم بيصير بهذا الموضوع انه اكيد بالبلد هذا الوضع موجود، وهذا الوضع عم نواجهه. نعم. وهذا الوضع اللي احنا كامنيين وكاجهزه امنيه وخاصه مديريه المخابرات عم بتقوم فيه على اكمل وجه بطريقه سريعه وبطريقه متكتمه وبطريقه، واكبر برهان السياره اللي انوجدت ب 350 كيلو اللي كانت معده للتفجير. نعم. هذا عمل أنا بعتبره عمل كتير كبير، كان من ناحيتين، من ناحية كارثة على البلد، ومن ناحية تانية عمل جبار قامت فيه مديرية المخابرات. نعم. إذن العدد مبالغ فيه، يعني العدد مش لا إذا قلت لك مبالغ فيه ولا منه مبالغ فيه، شو بيأثر؟ لا بس في إنه في وجود ولا ما في وجود؟ بس معالي الوزير، فهمت في وجود، بس إنه إذا كان العدد كما تقول المعلومات الصحفية اللي نقلت لك إياها إنه صار في 10000 مقاتل تكفيري، يعني هيدا كلام خطر جدا. يعني من هون السؤال، هل وصلنا الى هذه المرحله او الى هذا العدد ام لا؟ ما هي المعلومات المتوافره لديكم؟ خلينا نقول انه وصلنا لمرحله، اكيد وصلنا لمرحله صعبه، وصلنا لمرحله دقيقه، وصلنا لمرحله البلد فيها على محك وشفير خطير، بس ما معناتها انه هون اخر الدنيا وبدنا نستسلم. واكبر برهان على ذلك نحن كجيش لبناني عم نقوم بمهماتنا بكل المناطق، من الجنوب الى الشمال الى البقاع الى بيروت الى طرابلس الى كل الامكنه الموجوده. بقدر اكد وبقدر اقول انه نحن على جهوزيه تامه حول اي حدث بيحصل. ولهلا يعني نشكر الله انه عم نتساعد بكثير امور اننا نقدر نوصلها رغم هالموجه الكبيره اللي جاي. واكبر برهان الشيء اللي حصل واللي عم بيحصل، الجيش ضبط 3 متفجر سيارات مفخخه، والجيش عم بيقوم عنده معلومات بيتكتم عليها. بنتامل هون على الصحف وعلى الاعلام انه يكون عنصر مساعد، ما يكون عنصر يكبر. لا. لانه في اهلنا بلبنان بدنا نطمنهم، في اهلنا بلبنان عايشين على الخوف، في اهلنا بلبنان بدهم يشتغلوا، في مغتربين بدهم يجوا يدخلون شويه استثمارات بلبنان، ما بدنا نهربهم. نعم. رغم انه الوضع خطير بالنسبه والوضع صعب. بالنسبه معالي الوزير للسياره. نعم. المحمله ب 400 كيلوغرام من المتفجرات ويلي ضبطها الجيش بين مقني ويونين في بعلبك، هل هناك معلومات معينه الى اين كانت تتجه او ماذا كانت تستهدف هذه السياره؟ أكيد كانت تستهدف اللبنانيين، وكانت تستهدف منطقة معينة. أي منطقة؟ أي منطقة معالي الوزير؟ يعني أي منطقة؟ في عدة احتمالات بعدة مناطق. مثل وما تنسى أنه يعني في مناطق بالبقاع أو بيروت أو إلى آخره. انحكى أنها كانت ستستهدف مقام السيدة خولة، هل صحيح هذا الكلام؟ ممكن بس هذا موضوع اللي احنا عم نقوم فيه كمديرية مخابرات وكجيش عم نقوم فيه بتحقيقات اللازمة، وعندما نصل، وانتم بتعرفوا تماما انه وقت بتوصل في حقائق بين دينا وفي تأكيدات بين دينا بنقولها دغري للرأي العام، مش لأنه عم نعبر عن فرح. نحن ما اعلنا عن اللي لقطوا
بالنسبة اللي عملوا العملية بالسفارة الإيرانية إلا بعد حصول الدي أن إيه، وهذا لأنه نحن عم نحسب حسابات كتيرة في الوضع اللي ممكن يخربط داخليا، ممكن الانتقامات اللي بتصير، بدنا نكون حذرين جدا، بدنا نكون عندنا معطيات، ما بدنا ننجر أمام أي أخبار أو أي حدث. مع الأسف في بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين يلي بجلهم وبحترمهم بياخذوا الكلام عبر الهاتف من عبر أي جهة مسؤولة وبيبسوا إلى الرأي العام، وبدهونيك بتبلش النقطة والخربطة. نعم. لحنا بنتمنى عليهم ياخذوا الكلام اللي لحنا بنقوله، ياخذوا الكلام الجهات الأمنية اللي هي بتحطوه. نعم. من شان هيك نحن من شان هيك نحن عن القاعدة نعم من شان هيك ما عليك نحن معك قلنا على الهواء. خليني كمل خليني كمل. احنا قلنا انه احنا كلام عن القاعدة وهذا الكلام عم نوصل له اليوم. احنا قلنا كلام ببيننا شهير من شهر ونص انه من هم اللي وراء الصواريخ وغيره، وتوصلنا انه نقدر نلقي القبض على بعضهم. احنا قلنا انه الوضع في سيارات متفخخة بعدة محلات ألقينا القبض عليها، يعني نحن عم نكون الصمام الأمان تبع الشعب اللبناني وتبع الغطاء الأمني اللبناني. طيب اليوم شو بدك تقلنا؟ اليوم معالي الوزير، اليوم معالي الوزير شو بدك تقلنا؟ نعم. جديد يعني بعد كشف هوية الانتحاريين، ماذا عن سير نعم. التحقيقات الجارية من قبل مخابرات الجيش؟ ماذا عن المعطيات الجديدة بعد كشف هوية الانتحاريين اللذين فجرا أمام السفارة الإيرانية؟ أنا إذا بدي أقول لك هلأ معلومة عن التحقيقات اللي عم نقوم فيها بمديرية المخابرات أو بقيادة الجيش أو بالأجهزة الأمنية التابعة لنا، بنكون عم نقتل التحقيق، لأنه وقت اللي بدنا نحكي فيه بعده بمجراه، بعده أثناء دراسته، في شيء وقت اللي بنوجد عنا بيتحول دغري إلى القضاء، وفي قضاء ببت فيه مثل ما حدث بعدة أيام على أيام المجموعات التجسسية، على أيام اللي وضعوا متفجرات، على أيام متفجرات الضاحية. كل ذلك لحنا عم نقوم بعمل دؤوب، لحنا متحملين مسؤولية. طب على ماذا تتركز التحقيقات معالي الوزير حاليا؟ يعني هل التحقيقات تتركز عنا معلومات؟ أكيد عنا معلومات، وعلى ضوء هذه المعلومات عم نقيم التحقيقات على أساسها. ايه؟ أكيد منا بالهوى. لحنا وقت اللي حكينا عن كل الأمور اللي ذكرتك فيها قلتها بناء لمعلومات وبناء لدقة بالمعلومات وبناء لمعلومات أكيدة أنه كانت جيتنا، لأنه كنا عم ننبه فيها. لحنا كنا اخدينا بشقين، سياسي وشق أمني. شق سياسي حبينا نحكي فيه للرأي العام وللسياسيين أنه تفضلوا أمنوا نوع حد أدنى من الحوار مشان نقدر نواجه ما قد يحصل وما قد ما هو آت إلينا. والشق الثاني أمني أنه كنا عم نقوم بعملنا على أكمل وجه وبكل الطرق اللي مفترض أن توصلنا لكشف كل الحقائق ونخلي اللبنانيين يكونوا مرتاحين. نعم. هل تتركز التحقيقات حاليا على معرفة من جند الانتحاريين؟ أكيد الجهة أكيد التي أكيد. نعم. في هل عندكم خيوط معينة عن السيارة وعن كل شيء؟ هل في خيوط معينة بدأت؟ أكيد في خيوط، وهذه الخيوط موجودة لدى مديرية المخابرات عم بيقوم فيها، وممكن أنه بقدر بقول لك هون عبر التلفزيون وعبر حدث الأسبوع أنه نحن وقت اللي بنتوصل إلى أي شيء ممكن أعطائه للرأي العام نحن رح نعطيه، لأنه نحن موجودين تمشين نقدر نحمي الناس من ناحية ومن ناحية نطمنها من ناحية تانية. نعم. يقال أنه في شخص ثالث وصلت، يقال أنه في شخص ثالث معالي الوزير في جريمة التفجير، تتركز الجهود للبحث عنه، شو دور هالشخص الثالث؟ هل هو يلي أمن المساعدة أم وفي ناس بيقولوا ممكن يكون السائق الذي لا، وفي ممكن يكون لا، هون بقدر أقول لك شغلة أنه في ممكن يكون أكثر من شخص ثالث، في شخص ثالث وممكن شخص رابع، لأنه هاي العملية اللي بالشكل اللي كانت فيه وبالدراسة اللي كانت فيها ومعمولة تتنفذ كانت أكيد مش تخطيط شخص أو شخصين أو مش اثنين طلعوا عبالهم أنهم يفجروا حالهم وإجوا عملوا هالعمل. هيدي نتيجة عمل استخباراتي، عمل صعب جدا ودقيق جدا، ومنه جماعة هويين اللي عم بيشتغلوا هالشغلة. نعم. لحنا منقول ومنرجع منقول أنه هالموجة اللي جاية على لبنان،
هالموجة مثل ما كنت عم بتقول من التكفيريين. لحنا لبنان ما تعودنا هيك، لحنا تعودنا على بلد عيش مشترك. التكفيريين ما لهم مكان بيننا بالشكل اللي موجود. إذا كانوا بدهم يمارسوا شعائرهم بشكل أو بآخر ضمن إرادة الدولة ووجود الدولة ووجود الأجهزة العسكرية والأمنية، هذا شيء هن بيريدوه. ولكن إنه نقدر نشوف هذه المناظر اللي عم نشوفها اليوم، هذا شيء غير مقبول، ولا نقبله لا للمؤسسة العسكرية ولا هيكلية الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني ككل. لأنه أنا بعرف وأنت بتعرف وكل واحد منا بيعرف مدى استنكار الشعب اللبناني لهالأمور اللي عملوا. نحن بنحترم كل الطوائف، بنحترم شعائر كل الطوائف، بنرد لها كل الخير. ومن ذات الوقت وهون بطلق صرخة للجميع أنه تعوا تنتحاور، تعوا تنأمن هالبلد، لأنه ما ممكن هذا البلد يبقى سايب بهالشكل. وهلأ بهالأجواء الدولية المريحة اللي بيّنت اليوم، إن شاء الله بيكون عنا قضوية زرقاء نقدر نمرق عليها، نوصل لمحل أنه ترجع المؤسسات لألنا ويرجع البلد لأصحابه، وترجع هالغيمة اللي هي اليوم مضايقة. نعم معالي الوزير، بدي أسألك بالنسبة للمعلومات المتداولة، هناك من يعتبر أنه السيارة التي انفجرت قد تكون من داخل لبنان أو من خارج لبنان تم إدخالها أو تم تفخيخها داخل لبنان، هل في معلومة واضحة بهالإطار أم لا بعد؟ التحقيقات موجود، جواب عليها نقدر نعطيها عند الوقت اللازم. لا بدنا تعطينا شيء معالي الوزير الليلة. يعني عم جرب شو بدي أعطيك؟ عم بعطيك لا انه بدي اعطيك، عم جرب قدر المستطاع اقدر اخذ منك معلومه معينه الى علاقه بالموضوع. بدي اعطيك معلومه مثل ما عم بيعطيها بعض وسائل الاعلام، انه هون في هيك وهون في هيك وهون في هيك. كفى اللبنانيين من الاوجاع اللي هن فيه. نحن بدنا نقول، بدنا نطمن اللبنانيين انه نحن جايين كأجهزة أمنية عم نعمل بكل إمكانياتنا وما فوق إمكانياتنا مشان نقدر نمنع أي شيء. بس إنه إذا قلت لك هلأ أنا فلان الفلاني بمنطقة الفلانية عم بيعد سيارة للتفجير وقلت لك اسمه وعطيته، شو بكون عملت؟ بكون أجهضت العملية وبكون راحت هاي العملية من مكان إلى آخر، وبكون أني قدرت. هلأ مش عم بطلب منك معالي الوزير، مش عم بطلب منك يعني تعطيني إذا في سيارة مفخخة عم بتم تفخيخها، بس على الأقل يعني معلومة معينة لها علاقة بالتحقيقات الجارية فيما يخص التفجيرين الانتحاريين، وإذا في شيء جديد ممكن أنه ينضاف على المعلومات اللي سبق وأعلنت بالنسبة لهوية الانتحاريين. بالنسبة للمعلومات، هلأ اللي سرب المعلومات بالأول حول الشخصين يلي هني قاموا بالتفجير، لحنا أخذنا أنه هني كانوا عم بيتابعوا من بين الصور اللي ممكن أنها تطلع شو الوضع اللي صار تحديدا بهذا الموضوع. لحنا ما اعتبرنا أنه هيدي الموضوع قدرنا 100% ضبطناها إلا بعد فحص الدي ان اي، لأنه الدي ان اي هو اللي بيثبت هالموضوع. ما تنسى أستي جورج، وما ينسوا اللبنانيين وما ينسوا كل الناس، انه هودي الشخصين في من وراهم 30 قتيل و150 200 جريح. نعم. في جرح بقلب البلد. ما ننسى انه هذا الموضوع منه عمليه هيك للسلوى وللكلام تنحكي فيها، هيدي في لها نتائج كثير خطيره، وبتفوت المناطق ببعضها، بتفوت المذاهب ببعضها، بتفوت كل الناس ببعضهم. نعم. من هيك لحنا بدنا نكون دائمين. واضح هذا الكلام. بعد عندي ثلاث أسئلة سريعة لإلك معالي الوزير. أول سؤال، فضل. كيف عم بتم دخول السيارات إلى لبنان يلي عم بيكون فيها متفجرات وعم بتم، وآخرها يعني اللي اكتشفتوها منذ يومين وفيها 400 كيلو، كيف عم بتم دخول هذه السيارات؟ أنتوا شو عم تعملوا لضبط هذا الأمر، لضبط الحدود؟ يعني أنا لحلك شغلي. أول شيء في من لضبط الحدود، في عنا معلومات عم تجينا من الحدود ومن غير الحدود أنه ممكن يكون في سيارات مرأة. اثنين، في شيء عم بيجي من برا، في شيء من الداخل، في شيء كمان عم يعد بالداخل، وهذا كمان بالسيارات اللي ضبطت أحدهم كانت عم تعد بالداخل. نحن بنقدر نقول أنه
نطلب هون كمان بذات الوقت وبتكون مناسبة أنه الناس تكون حذرة بهذا الموضوع، أنه قدر الإمكان إذا بتقدر تلاحظ شيء أو جسم غريب أو قصة غريبة أو وضع غريب تساعد القوى الأمنية الملجة بهذا الموضوع أنها تقدر تعطيها المعلومات الكافية تقدر توصل لها أنها تقدر تعمله. ونحن عم فجرنا، وفي شيء كمان ما انعطى للإعلام، وفي شيء الإعلام ما عرفه، وفي شيء الصحافة ما عرفته، أنه نحن بكتير أمكنة ألغينا دور كتير مشاكل كانت بدها تصير منا تفجير ومنا غيره ومنا زرع الفتنة، فدورنا كتير أساسي بهذا الموضوع. ما علينا أنه كل ما عملنا شغلة نخبرها، ولكن إذا بس حلو العالم، بس حلو الناس يعرفوا، يعني لازم الناس يعرفوا. ايه بس لازم الناس يكونوا على اطلاع. عرفوا الناس لأول مرة، لأول مرة بتاريخ لبنان عملت بيان أنا، وعملنا بيان موافق عليه من كافة الأجهزة بوزارة ذكر أسماء. نعم قلنا فيه وقلته بمجلس، ذكرنا الأسماء وذكرنا التفاصيل وذكرنا شو عم بينعمل ونذكر من ضبط، وبعتقد أنه كان هو سبب أساسي. نعم. بأنه نقدر نروح لتحقيقات أخرى ولأماكن أخرى مشان نقدر نضبط شبكات معينة يلي هي كانت عم تدخل بإطار أو بآخر من أجل زرع الفتنة. إلى أي مدى معالي الوزير في تنسيق بين الأجهزة الأمنية؟ دايما بنسمع دعوات من البعض ومن كتار من السياسيين أنه دعوات للمزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وهناك من ينتقد أنه كل جهاز فاتح على حسابه وما بيصير في تبادل معلومات أو تنسيق كاف. هل ما زال التنسيق ضعيفا؟ ما في شك أنه أنا بدي أكون صريح انه منه التنسيق ضعيف او منه قوي، واكيد منه هالتنسيق اللي مفترض انه يكون، وهذا لعده اسباب. ليش؟ نحن بنعتبر مثلا داتا المعلومات ما بتجي للكل، بتجي مجتزئه لكل فريق بيطلبها، وهذه الداتا المعلومات لو كانت لمرجعيه وحده، وحكينا عنها كثير بمجالس الدفاع الاعلى اجتماعات أمنية أخرى، مع الأسف ما صارت، لأنه إلى حد ما في بعض الأمور كانت عم تسيس، وكان في إلا ناس بتؤيد وناس لا تؤيد. أنا بقدر أقول وبدعي أنه عمل اللي احنا عم نقوم فيه كجيش بشكل عام وكأجهزة متفرعة منه وكمديرية للمخابرات، بندعي باقي الأجهزة، وهون لحدد ندعي جهاز المعلومات بشكل أو بآخر أنه يشتغل كما يشتغل الجيش اللبناني بسرية وبالوضع اللي هو فيه، لأنه هذه بتوفر كتير على اللبنانيين من المآسي. نعم أنا بشكرك وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن على هذه الإطلالة الليلة، ونتمنى أن لا نعود نشاهد أو نشهد على ما شهدناه هذا الأسبوع، وأن يكون الأمن مضبوطا في لبنان. وبعدك أستاذ جورج، بس يكون عندنا معلومات دقيقة ومعلومات حاضرة مشان تفيد الرأي العام وتفيد الصحافة وتفيد كل الناس، لحنا رح نقولها ورح نبلشها معك من كل بد. شكرا لك معالي الوزير، كنت معنا مباشرة من بيتك في الشمال في